شوفي، بدي أطلب منك طلب. أي بعرف. إذا كنت فعلاً بتعرف، معناها كل شيء قلت لي إياه امبارح بالليل كان مزبوط. أنت مو مصدقني؟ شو عامل لك يعني؟ تعالوا كلياتكم واسألوني هذا السؤال، وخلي الكل يجوا وبالدور يعدوا يسألوني هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ أي طبعاً مزبوط. فهمت. معناها كل هالسنين اللي مرقت قبل كنت عم تمثل؟ اي نعم انا كنت عم مثل. ما عم بفهم ليش عم تسألوني هذا السؤال كلياتكم بس بطريقة مختلفة. تعال معي اديتيا. لوين؟ مو مشكلتك انه عم نسألك هالسؤال كتير؟ انا رح حللك مشكلتك هي، بس تعال معي. نحن رفقة من سنين طويلة، ليش ما بتجي معي؟ تفضل. أنت بتعرف مين بقي بالسيارة؟ السيد والي والسيد أديتيا. شوفي ماما، بعينتك قلقانة. صحتين وعافية. فيكي، لأنه راح عمك أديتيا والسيد جاي على مكان ما بعرفه. إن شاء الله ما يكون في شي. أكيد بابا راح ليحكي مع عمي أديتيا. باين فعلا في شي، لأنه من مبارح وعمي عم يتصرف بطريقة غريبة. مو مشكلة، أنت اقعد كل. يا ربي دخيلك تيسر الأمور كلها. لازم يحكي السيد جاي مع العم أديتيا لحتى يطمن قلبه ويعرف إنه هو لساته بيوثق فيه لهلأ. وأنا متأكدة كتير منيح إنه هو بعد ما حكم بارح مع رانفير أكيد رح ياخد القرار المزبوط. بس لازم إلا لجيازة المفروض تعرف شو اللي عم بيصير، لأني عم فكر إنه لما يجي رانفير لهون ويخبر الكل بالحقيقة وبكل شي صار معه، ما حد رح يقله أي شي وما رح يصير له شي كمان. عمتي جيازة، أنا لازم قلك. لو سمحتوا. في مجال أحكي معك شوي؟ إيه طبعاً تفضل. صار عندكم سرقة بالشركة مو هيك؟ صحيح، بس نحنا لسه لهلأ ما بنعرف مين اللي قام بالسرقة. إيه لا تقلق يا سيد فيكي، نحنا عرفنا مين، وبعد ما عرفنا الفاعل اعتقلنا فورا. هو قريب منكم وبيشتغل محاسب بالشركة، اسمه أميت شارما.